السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ميلينا ديليس. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد لي كروكيت دو بوم دو تير ولا كروكيتات بالبطاطا، يعني جوغ معقودة بصح شوية مغايرة على المعقودة تاعنا. يلا معنا ونشوفوا المقادير. بون بدون اطالة، انا هنايا كلشي وجدته مسبقا باش الفيديو ما يجيكمش طويل. هنا عندي 3 حبات بطاطا، راني مغليتهم بشوية ماء وسكرفجتهم بإن فورشيت. عندنا هنا التوابل، عندي هنايا الثوم البودره، الا ما عندكمش ثوم بودره كيما نقول لكم توجور بدلوه بثوم اخر. هنا عندي فلفل اسود ولا الحرور ولا الابزار. هنا عندي بابريكا ولا فلفل حلو، بصح هنا هذا عندي غو فيمي، جا شويه فيمي. ولا ما عندكمش ديروا غير بابريكا، صايي فلفل احمر وبس. هنا عندي فرماج موتزاريلا غابي. هنا عندي مايس، هنا عندي نص حبه فلفله مقطعه الى دي بيتي كاري هكذا صغار، مربعات صغار. عندي هنايا نصف بصله ثاني مقطعه الى مربعات صغار. عندي هنايا شويه معدنوس، وعندي هنا شويه ملح، وجو بونس كو ما نحتاجش الملح باسكو انا البطاطا نغليها في الماء، ندير لها الملح. بون نبدو على بركه الله، نخلطوا كاع الخضر اللي عندنا. نديروا الفلفل، نديروا المايس، هنا عندي قد زوج مغارف مايس فقط. عندي هنا نصف بصله، اللي عندها بصل اخضر يدير بصل اخضر يجيه مليح. ثاني عندي هنا معدنوس، وهنا الملح غادي ندير رشه خفيفه باسكو قلت لكم البطاطا انا طيبتها ديجا بالملح، وغادي ندير لها الفرماج. دونك سي سا. التوابل عندي الفلفل الاسود الحرور، هنا اللي عندها القزبره ناشفه، القزبر ناشف ولا مطحون تاني دير لها القزبر تجي شباب. انا هنا ما عنديش قزبر تاني، بغيت نخلط معدنوس مع القزبر بصح كمل لي القزبر. اللي بغى يدير لها قزبر تعطي بون غو، ذوق شباب بزاف. هذا الثوم، راني ندير في الثوم بودره فوالا. هنا عندي هذاك اللي قلت لكم بابريكا غو فيمي، اللي ما عندكمش غو هذا فيمي معليش ديروا غير الفلفل الاحمر هذا. والتوابل كل واحد يدير كيما على حسب ما يحب. انا غادي نخلط هذه المقادير كاع مع بعض فوالا. غادي هادو لي كروكيت غادي يعجبوكم باسكو غادي يعطو واحد لو كو مع هاد الخضره، غادي تندمج مع هاد البطاطا الفلفل والمايس والبصله تجيكم ما شاء الله. انا غادي نحركهم كاع هكذا ومن بعد نلتقي ان شاء الله في تشكيل الكرات. هيا بعد ما خلطنا كاع هذوك المقادير، عندكم كي لي كولور جاوا شابين ما شاء الله، غادي نحكم هكذا البطاطا تاعي فاسيلمون. نشد لكم هكذا، نبسطوها هكا شويه، ونبخو ان بتي بو دو فرماج هكا، ندو شويه تاع فرماج نغلقوها. انا هنا الفرماج تاعي موتزاريلا، نتوما ديرو فرماج روج لي تبغو، غرويير سكون فولي كيما تحبو. انا غادي ندير هكذا كويرات ونحطها هنايا، نحكم هكا شويه بطاطا، نبسطها هكا، ندير فيها شويه الفرماج تاعنا. هادي سي دي كروكيت تاع البطاطا والفرماج. تنجمو ما ديرولهاش فرماج، ديرولها حاجه اخرى باغ اكزومبل الكفته تكون طايبه كيما تاع البوراك، طيبوها بشويه بصل ومعدنوس شويه حرور هكذا. ثاني تنجمو ديرو لداخل الكفته، تنوعوا كل واحد ينوع، ولا تنجمو ديرو اوطون ثاني تجيكم شابه بالطون مليحه. انا دابيتود كنت نديرها هكذا، نخلط كاع الطون، ندير اون بواط ولا دو بواط دو طون ونخلطها مع البطاطا ونقليهم هكذا، ندير دي باتوني اصابع ولا ندير هكذا هكا دي دويرات هكذا دي كروكيت، يجوني تاني ما شاء الله. وانتوما بدعوا كل واحد على حسب الخيال تاعه. انا هنايا باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي ندير معكم هذه الاخيره ونكملهم، ومن بعد نلتقي ان شاء الله باش ننتقلوا الى مرحله القليان تاعها.
هنايا بعد ما كورتهم شكلتهم كاع الديكورات بكل سهوله، ما تلصق في اليد ما والو. هنا عندي راني دايره جوج حبات بيض خبطتهم غايه، درت لهم غير شويه ملح خلطتهم مليح. هنا عندي لا شابلور راني دايرت لها المعدنوس المجفف وشويه الثوم تاني بودره وخلطتهم باش يعطوني واحد لوكو شباب. الا بغيتوا لا شابلور تاعكم ولا كروكيت تاعكم اون جينيرال كي ديرهم في لا شابلور ولا دي باني ولا ديروا لهم المعدنوس المجفف والثوم المجفف يجيكم ما شاء الله. يلا نبدو ان شاء الله. هنا نبدو مباشره ما نديرو ني فارين ني والو، ندخلوها في البيض هكذا نغطسوها مليح في البيض ونديروها في لا شابلور هكذا نكبروها مليح في البيض ونديروها في لا شابلور هكذا ونكوروهم هكذا نديروهم هكذا في لا شابلور يخرج لكم ما شاء الله هاد لي كروكيت هاد لا شابلور غادي تخرج لكم من البرا هكا مقرمشه فوالا انا غادي نزيد هكذا ونكمل بنفس الطريقه نكملهم كاع ونتفق ان شاء الله باش نقلوهم في الزيت تاعنا. ها هما لي كروكيت تاعنا بردنا ربطناهم في البيض ولا شابلور. انا هنا راني دايره مقله فيها الزيت نشوفها لحمات فوالا غادي نحطهم هنايا باش يطيبوا لنا. الاولى زيت للنار ومن بعد كي نشوفهم هكذا غادي نقص لها شويه نديرها في دو متوسط باش هكذا هذيك الخضره اللي تما تطيب لنا مليح ماشي غير نحرقوا والخضره هكا تبقى خضره نو فوالا. نقصوا له للنار شويه في مويان خلوهم يتقلاو بيان وساعه ساعه قلبوهم ومن بعد كي يطيبوا ديرهم هنا في بابي ديروا صحن فيه بابي ابسوربون باش يشرب لكم هذاك الزائد والزائد ولا الفائت تاع الزيت. هكذا نولو نقلبوهم على كاع الجوايه ونخليهم يطيبوا كيما هادي. منا غادي نقلبها هكذا ونخليها طيب هادي كذلك نديرها منا هنا نخليهم يطيبوا. كي تشوفوهم قاعد تحمروا في كاع الجوايه لي كاع لي كوتي قلعوهم كيما قلت لكم في البابي ابسوربون وخليهم يتقطروا من هذاك الزيت. ها هما لي كروكيت تاعنا بعد ما قليناهم خرجوا ما شاء الله. انا نعطيكم هكا افكار وانتم ان شاء الله بدعوا في داركم. ها هي غادي نقسم لكم هنايا شوفوا هذاك لو فرماج الداخل ما شاء الله. انا درت موتزاريلا خرج لي هكذا وهذيك الخضره طايبه ما شاء الله. كون جات شويه هذيك الريحه تجيكم في الديار تشوفوا واحد الريحه قلبت لي لا كويزين بالريحه تاعها طيبه. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله وكما نقول دائما بارطاجوها مع احبابكم واصدقائكم باش هما تاني يستافدوا من هاد الوصفات. ما تنسوش ديروا لي لي كومونتير اللي يهموني كما قلت لكم يفرحوني. ما تنسوش تبارطاجوها مع الاصدقاء. ما تنسوش هذوك اللي دخلوا جدد القناه تاعي وما راهمش مشتركين معايا الا عجبتكم الوصفات تاعي والقناه تاعي ما عليكم غير ديروا اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم لا تكم الصحه تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. مع السلامه الى حلقه من حلقات سلسله رمضان ان شاء الله. صحه فطوركم والى اللقاء مع السلامه.